السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، من تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوة سميتها بحلاوة تركيا. كما كتشوفونا عندي هنا القرقاع وعندي المنود بكا طحنته وسط السكر كلاصي، وغادي نزيد إن شاء الله زدت هنا القرفة طحنتها وسط الخليط، وهنا دوبت الزبدة، وهنا كما كتشوفوا عندي بات فيلو وطلقتها، وغادي نقطعها المرصوات. بعد ما قطعتها كارويات هنا كما كتشوفوا غادي نشكلها، غادي نبقى قاعد الكاروات اللي درت غادي نعمرهم بالحشوه وغادي ندربهم بالزبده، وكما كتشوفوا هنا راه كنثنيهم بهذه الطريقه هذه هانتوما كما كتشوفوا هنا في التصوير، وغادي نديرها في اللاطة وغادي ندخلها في الفران على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة إن شاء الله، وتخرجوها من الفران. وهنا مباشرة كتديروا عليها العسل بقى سخونة، وانتم كيما كتشوفوا كتجي زوينة بزاف بزاف بزاف. وهانتوما الشكل النهائي ديال الحلوة كيجي زوين بزاف، وتحضروها مع الأتاي القهوة اللي بغيتو اللي كتحبو. وكنشكركم بزاف بزاف وعلى الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم، ونتمنى تكونوا وعجبتكم الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.